بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، كل عام وأنتم بخير، وأذكركم بعظمة يوم عرفة. هذا اليوم يعتبر من أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام كان لديه رؤية عميقة لما يدور من حوله. كان يصوم الاثنين والخميس، وعندما سئل: يا رسول الله، لما تصوم يعني هذين اليومين بالذات، يعني ماذا قال؟ قال: تصعد الأعمال إلى الله يومي ماذا؟ الاثنين والخميس، وأحب أن يصعد عملي وأنا صائم. انظر إلى النظرة العميقة لهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام للأمور من حوله. فما بالك أخي الحبيب إذا كان الله يحب الأيام العشر أو الليالي العشر، ويحب فيها العمل الصالح، وأهم يوم فيها هو يوم عرفة. لماذا أيها الأحبة؟ لأن إبليس ينكس على رأسه ويخذله الله في هذا اليوم، ويغفر لعباده في هذا اليوم ما لا يغفره في أي يوم آخر من أيام السنة. فتجد أن إبليس في هذا اليوم يكون ذليلا، منكسرا، مخذولا، مدحورا، مذءوما، يتحسر أنه يضل الناس طيلة العام ثم يغفر الله لهم في هذا اليوم. ولكن لمن يغفر الله؟ لمن يذهب إلى الله يغفر له الله، من يلتجئ إلى الله يغفر له الله، من يتوب إلى الله الله يقبله سبحانه وتعالى. لذلك أخي الحبيب، النبي شرع لنا صيام هذا اليوم يوم عرفة، وقال عنه، عن صيام يوم عرفة: إني أحتسب على الله أن يكفر الذنوب السنة التي قبله والتي بعده، كما في صحيح مسلم. إذن صيام يوم واحد يمحو عنك ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة إذا قدر الله لك أن تعيش سنة أخرى. كثير من الناس للأسف يغفل عن هذا الأمر، مع العلم أن الصيام مفيد جدا من الناحية الطبية. أخي الحبيب، الأطباء في أمريكا اليوم وفي ألمانيا حسب دراسات حديثة عرضناها مؤخرا يعتبرون أن أقوى طريقة لإزالة السموم من الجسم هو الصيام، أقوى طريقة للتخلص من مشاكل القلب وتصلب الشرايين الناتج عن الوزن الزائد وهذه الدهون وهذه المشاكل في الجهاز الهضمي والمشاكل في الجهاز العظمي وغير ذلك، تتخلص منها بسهولة من خلال الصيام. وأفضل نوع من الصيام هو ما يسميه العلماء الصيام المتقطع. وأفضل نوع في الصيام المتقطع كما يقولون أن تصوم بحدود 16 ساعة، يسمونه نظام 16-8، يعني 8 ساعات تأكل ما تشاء، وطبعا ليس ما تشاء يعني تأكل أي شيء، لا، بنظام، و 16 ساعة تمتنع تماما عن الطعام والشرب. فهذا النظام أثبت جدواه حسب جامعة كاليفورنيا، تحدثنا عن الدراسة التي قامت بها. الصيام، اكتبوا صيام 16-8 وابحث على في الدراسات العالمية مثل جامعة كاليفورنيا وغيرها. طيب، يوم في السنة هو يوم عرفة. الله عز وجل شرع لنا وسن لنا النبي عليه الصلاة والسلام صيام هذا اليوم، يغفر لك ذنوب سنة مضت تتخلص من هذه الذنوب،
وسنة قادمة أيضا يغفرها الله لك إن شاء الله طبعا، وجسدك يتخلص من جزء من السموم، والنظام المناعي يعمل بطريقة أفضل كما عرضنا أقوال البروفيسور لونغو الأمريكي الذي يعالج مرضى السرطان بالصيام. فتخيل هذه الهدية الرائعة من الله، هدية طبية لصيانة جسدك، وهدية لمغفرة ذنوبك. طب هل هناك أرحم من هذا الإله سبحانه وتعالى؟ ثم يأتي الملحدون فيشككوا بوجود الله ويقولون إن الله غير موجود، وأن الصيام هو عبارة عن تخلف وجهل وتعذيب للنفس. من قال ذلك؟ كل أطباء الدنيا أخي الحبيب يجمعون أن الصيام هو السلاح رقم واحد في إزالة السموم وفي صيانة الجهاز الهضمي وتنشيط النظام المناعي. بل إن العلماء أخي الحبيب عندما جاءوا بفئران وجوعوها وأطعموها القليل من الطعام، يعني أخضعوها لقانون الصيام، وجاءوا بمجموعة من الفئران تركوها تأكل ما تشاء، المجموعة التي خضعت للصيام عاشت عمر أطول بكثير من المجموعة التي تناولت كل شيء. إذن الصيام يطيل العمر، هذا شيء منطقي، والأعمار بيد الله مكتوبة، ولكن هذه الأعمار لها أسباب، من كتب الله له طول العمر يوفقه لهذه الأسباب. فإذا أخي الحبيب هذا اليوم مهم جدا ألا تغفل عنه، لأن فيه أولا فائدة لك، فيه مصلحة شخصية لك، أنك تحسن أداء جسدك في هذا اليوم، تريح أعضاء الجسد وبخاصة الكبد يرتاح، لأن الكبد يتعرض لضغط هائل أثناء الطعام المستمر. فعندما تريح هذا الكبد لمدة مثلا 15 أو 16 ساعة أنت تشعر بارتياح كبير، وعندما يتضور جسدك جوعا كما يقول البروفيسور لونغو، تحدثنا عن هذا الموضوع في فيديو صيام ثلاثة أيام، فإن هذا الجسد عندما يتضور جوعا هو في الحقيقة يعطي الأمر للخلايا القوية بمهاجمة الخلايا الضعيفة والشاذة والملتهبة والهرمة فيقضي عليها. يعني الصيام يخلصك من الخلايا الهرمة والتالفة والخلايا الشاذة والخلايا السرطانية وغير ذلك. طيب إذن هذه فائدة شخصية لك، حتى لو كنت ملحدا لا تؤمن بالأديان، الصيام شيء جيد بالنسبة لك. لماذا تحاربه؟ لماذا تتهم من يصوم أنه متخلف مثلا أو أنه يعذب نفسه؟ لا يا أخي، الطيور عندما تمرض تمتنع عن الطعام تماما حتى تشفى، الطيور تعالج نفسها بالصيام، كل الحيوانات تتبع هذا النظام، تمتنع عن الطعام أثناء المرض حتى تتعافى. إذن صيام يوم عرفة هو هدية من الله، أنا أعتبره هدية من الله سبحانه وتعالى أن تكفر ذنوب سنة ماضية، ولكن بشرط أخي الحبيب، يجب أن تتوجه أثناء صيامك لهذا اليوم، وبقي أيام قليلة على هذا اليوم، تتوجه إلى الخالق بإخلاص، أن تقول له: يا رب أنت وعدتني على لسان حبيبك عليه الصلاة والسلام أنه من صام يوما، يوم واحد في سبيل الله، باعد الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا، يوم واحد يبعدك 70 سنة عن النار، هذه هدية أخرى، بشرى أخرى أيضا. يعني أنت إذا صمت يوم واحد يبعدك عن النار 70 سنة، ويغفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة آتية أو قادمة.
بالإضافة للفوائد الطبية والنفسية والعلاجية، هناك ما يسمى بالصوم العلاجي أيضا. فإذا أخي الحبيب، حتى تستمتع بهذا الصيام وتشعر بحلاوة ولذة هذا اليوم، وأنه فعلا يعني أنه هدية من الله، يجب أن تتعرف على فوائد الصيام وأسرار الصيام. الدراسات العلمية أخي الحبيب، اذهب إلى جامعة هارفارد، وأنا نشرت فيديو وبحث عن هذا الموضوع. جامعة هارفارد نشرت على موقعها حقائق مذهلة عن الصيام لا يكاد يصدقها عقل، الفوائد الهائلة التي تبدأ من علاج مشاكل القلب والشرايين ومشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل كثيرة جدا أخرى، وصولا إلى فوائد تتعلق بالدماغ، فوائد تتعلق بزيادة طاقة الخلايا العصبية. في الخلية هناك جسيمات تسمى مولدات للطاقة، مهمة جدا، الصيام ينشطها كثيرا ويضاعف طاقتها، فتجد أن الإنسان الذي يمارس الصيام باستمرار خلايا جسده نشطة جدا، لديه قوة، لديه لا يشعر بالخمول. يعني هناك كثير من الناس يشعر بانحطاط البدن والخمول، وأنه لا ينجز أي عمل على الرغم من كثرة الأفكار وكثرة المشاغل، تجده خاملا هكذا. السبب هو قلة الصيام أو عدم الصيام. ربما أكثر من الصيام، وبخاصة الاثنين والخميس، ثلاثة أيام البيض، شهر رمضان، ستة أيام من شوال، يوم عرفة، وصم ما تشاء أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الشريف كان يصوم حتى يظن الناس أنه لا يفطر أبدا، وكان يفطر حتى تظن أنه لا يصوم. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبع نظاما يراعي أنه يصوم كثيرا عندما تتطلب الحاجة لذلك، في أوقات الجهاد، أوقات معينة يفطر لأن الحاجة تتطلب ذلك. معظمنا اليوم كثير الجلوس وراء الكمبيوتر، وراء الشاشات الموبايل وغير ذلك، لذلك الصيام مفيد جدا لمن لا حركته قليلة، لأنه ينشط الخلايا، ينشط هذه الدورة الدموية. الجلوس الطويل أخي الحبيب يجعل بعض خلايا الجسم تتلف وتهرم بسبب عدم النشاط وعدم الحركة. الصيام يقضي على هذه الخلايا الضعيفة والهرمة وفق آلية تحدثنا عنها أيضا تسمى الالتهام الذاتي. وهذه الآلية هناك عالم ياباني نال عليها جائزة نوبل في عام 2016. هذه الآلية حيث الخلية القوية تلتهم الخلية الضعيفة، تنشط هذه الآلية أثناء الصيام. سبحان الله، يعني كلما صمت أكثر تجد أن الخلايا الهرمة والضعيفة والتالفة، خلايا الدم هذه والخلايا الجلد وغير ذلك، والخلايا الملتهبة هنا في الرئتين، هناك بعض الالتهابات لا تعالجها الأدوية، الصيام يعالجها أخي الحبيب. لذلك أنت عندما تتعرف على فوائد الصيام الطبية ستحب هذا الصيام. عندما تعلم أن الصيام هو تنشيط لمناعة جسدك ضد كل الأمراض، بالفعل أنت تستشعر حلاوة الصيام في هذه الحالة. وبنفس الوقت عندما تدرك أن الله عز وجل جعل للجنة ثمانية أبواب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، للجنة ثمانية أبواب،
فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. اللهم صل على سيدنا محمد. انظر انظر الهدايا والكرم والمبشرات، أن هذا الباب مخصص لمن يكثر الصيام، وبقية الأبواب لكل لآلاف الأعمال الصالحة. نحن لدينا آلاف العبادات والأعمال والأخلاق والصبر والصلاة والزكاة والصدقات وفعل الخيرات وتدبر القرآن، أعمال كثيرة جدا بالآلاف. تخيل أن باب كامل من أبواب الجنة مخصص للصائمين، وهو من أهم أبواب الجنة. حتى إن الملك سبحانه وتعالى قال إلا الصوم، عمل ابن آدم كله له، يستفيد منه لمصلحته، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سبحان الله، هذه بشرى أخرى أخي الحبيب، أن الله يخاطبك ويقول لك هذا الصوم، صومك هذا هو شيء خاص بالله، بينك وبين الله. فانظر يعني إلى عظمة هذا الصيام الذي معظمنا يغفل عنه للأسف. في ألمانيا أخي الحبيب هناك مشافي مهمتها أن تعالج المرضى بتقنيات الصيام. الصيام لدينا نحن المسلمين فريضة، فريضة في رمضان وسنة مؤكدة في خارج رمضان، مثل يوم عرفة والاثنين والخميس والأيام البيض وغير ذلك. فإذا أخي الحبيب استفد من هذا اليوم، وحاول أن ترفق هذا الصيام بحسن الخلق، أن تتصدق، أن تبر أبويك، أن ولو تليفون تصل رحمك، أم، أب، إخوة، أقارب، يعني لا تترك هذا اليوم يمر هكذا. اعمل برنامج منذ الآن، قل أنا لدي برنامج يوم الوقوف بعرفة، يوم عرفة لدي برنامج للصلاة والزكاة وقراءة القرآن وبر الوالدين، أن تفرح أمك ولو بكلمة، إذا لم تملك شيئا من المال تفرحها بهدية أو بشيء، فرحها بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حاول أن تعفو عن إنسان أساء لك، تصلح ما بينك وبينه، وتكون أنت سببا في صلة القربة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب في هذا اليوم العمل الصالح، يحب الصدقة. إذا كان لديك صدقة أخرها لهذا اليوم، وطبعا الليالي العشر كلها العمل الصالح فيها أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى مما سواها. إذن اعمل برنامج، حاول وأنت صائم أن يصعد عملك الطيب إلى السماء في هذا اليوم. قل أنا سأجلس وأحفظ سورة قصيرة من القرآن، أجلس وأتدبر القرآن ولو ربع ساعة أو نصف ساعة، أنا سأزور فلان، سأسامح فلان، فلان ظلمني سأخبره أنني سامحته وغفرت له وعفوت عنه. في هذا اليوم أنا سأدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. اجلس وانشر العلم النافع، اليوم ميسر أخي الحبيب، الدعوة إلى الله أصبحت وأنت في غرفة نومك تستطيع أن تدعو إلى الله، وهذا من رحمة الله وكرمه أنه هيأ لنا هذه الوسائل الإلكترونية. أرسل فيديوهات فيها علم نافع، فيها تفسير آية، فيها إعجاز، فيها حديث
للنبي عليه الصلاة والسلام، فيها معلومة نافعة بشكل عام. هذه دعوة إلى الله لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني أقول في ختام هذا اللقاء أحبتي في الله، لا تنسوا صيام هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم طاعتكم في هذه الأيام المباركة، ومرة ثانية كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.